في تعز وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع، تم تنظيم لقاء للمبادرات الشبابية والمتطوعين بهدف تسليط الضوء على أهمية التطوع والتشجيع على المشاركة في المبادرات الشبابية والعمل التطوعي لتحقيق تنمية المستدامة وتعزيز المجتمعات. إيمانا منا بدور التطوع الحيوي وما للشباب فيه من دور فعال وحيوي، نظم اليوم مؤسسة قيام التنموية وفريق مجموعة حياة الشبابية هذه الفعالية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع. تهدف هذه المنظمة إلى إحياء دور التطوع في نفوس الشباب. حضر هذه الفعالية مجموعة من الجهات أبرزها مكتب الشباب والرياضة. أيضا تضمنت هذه الفعالية فقرات عديدة، لعل أبرزها هو وقفة قراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا في فلسطين وشهداء التطوع أيضا في غزة خصوصا، وكانت الهدف الرئيسي لها هي إحياء التطوع في نفوس الشباب. نوصل رسالة أن التطوع هو الأساس، نوصل رسالة أن المتطوعين لهم دور كبير في تنمية المجتمع. طبعا في هذا اليوم نتذكر إخواننا المتواجدين في فلسطين في غزة الذين يبادون، الشباب يباد، المتطوعين في غزة يبادوا. التطوع هو حياة، التطوع هو قيم. نتمنى في هذا اليوم أن نوصل رسالة للعالم، نوصل رسالة للمجتمع أن التطوع هو أساس لنهضة الدول، هو أساس لنهضة إخواننا المتواجدين في غزة وفي كل مكان يتعرضون للاضطهاد، يتعرضون للقتل، يتعرضون للدمار. نتمنى أن توصل هذه الفعالية رسالة أكبر للسلطات المتواجدة في مدينة تعز التي لدعم الشباب في إطار تطوع وبناء المجتمع.